اللايف طبعا اختفى في ظروف غامضة، قلنا نعمل تلحيقة كده على السريع بموقف عملياتي مختصر. اليوم الأربعاء الموافق 25/9/2024، الوقت اتذكر، الواحد ذاته ما عايز يعيط، لكن شنو المهم هنعمل دقائق معدودة كده حفاظا على الفيديو ده عشان ما يلحق اللايف لايك شير ملصقات. ركز لي على الشير عشان الفيديو يوصل للناس اللي ما قاعد تصل الاشعارات. شير لايك او لايك شير ملصقات، وتعال احضر بقى تفاصيل الفيديو الفاشر الفاشر. تعرف طبعا الشيء الحاصل فيها، سيبك من الاعلام بتاع الجنجة او الدعاية العسكرية شغالين الجنجة، الفاشر ده امره محسوم، امره محسوم. الميليشيا فشلت فشل ذريع في اقتحام الفاشر، كل اللي بتعمل فوقه ده فرفرة ما عندهم اي حاجة، والمشتركة لحد الان ما دخلت المعركة دي قزقزة. شفت الجغن بتاع القيادات وتحييد كم فزع الجدو والتدمير اللي حصل ده كله، دي قزقزة. مشتركة لسه ما مسكت الطريق واشتغلت شغلها المفروض تشتغله، ده شغل كده قلت لك على خفيف، ده على خفيف لسه ما قفلت الشغل، وبدا قاعدين يصرخوا ويعيطوا وما عندهم حاجة. نازل أمر محسوم في الفاشر، ما عندهم أي حاجة، الضابين ساكت. أي معركة دخلوها في الفاشر زي خسروها، ما كسبوا معركة. مين بداية الأحداث بتاعت الفاشر دي؟ ما كسبوا ولا معركة واحدة. دعاية عسكرية، إعلام، أبواق قاعدين يطلصوا يسوقوا في الناس بالخلا، ما عندهم أي حاجة. طيب الطيران الأيام دي ما قصر، شغال شغل مرضي او مبسوط. قيادات في المشتركه في الجيش راضين عن شغل الطيران، ما تكترس ليل الاشاعات والدعايات بتاعت انه والله العظيم الطيران ياخذ طيران، لو دار دوق مواطنين يقطع المسافات دي كلها ويجي يدوقكم انتوا الا انتوا هناك، ترى ما عندنا معك شغله. الطيران ده بيتحرك بناء على معلومه مؤكده، واي موقع لبت فيه سلاح امداد سواء كان سلاح ولا وقود ولا بيتم التعامل معه. شفت الشغل في منلد بالملي 26 عربة وشحنتين، والدنيا طبعا الثابت عندهم، ودي سياسة شغالين بها. أثناء تحليق الطيران بدقوا هاون على المواطنين، مواطن حتى قاعد في منطقة سيطرتهم بتموا به شغل. هاي يا عالم شوف يا والله جيش بدق المواطنين بالطيران. القرض من الموضوع ده قول له قبل كده إدانة الجيش فقط، لكن الجيش ده بيختار أهدافه بعناية. تجمعات الجنجة ما عندنا عداوة مع مواطن نهائي. مواطن شفت قاعد في السودان في أي منطقة، الطلس بتاع ما أعرف حواضنه ده ذاته شغل بتاع شنو؟ جنجة. ده شو أي زول بيقول كده هو ذاته جنجة. نحن الهدف المعروف يا هو الدنجة ده الحامل لشنو؟ للسلاح. مواطن ده ما عندنا معاه شغلة، سواء كان في الضعيم في الجنينة في نيالة في زالنجة في كبكابية في كتم في أي محل، ما عندنا معاه شغلة. لحد ما البلد يتطهر المواطن ده نحن ما عندنا معاه شغلة، حتى القاعدين في مناطق سيطرة الدنجة ما عندنا معاه أي عداوة. طيب الطيران يشتغل شغل كويس جدا جدا، وناس من الليطة عاملين فيها مفتحين يجيبوا في الامداد، يخبوا في الامداد، دخلوا في الاسواق، دخلوا ما عارف في الجوامع، دخلوا وين ودخلوا وين، وكل معلوم بالنسبة لدينا معلوم الشغل ده. الطيران ما قصر معهم، عندهم النازل 40 دليل من هناك بدقوا بيه. مواطنين المات في الفاشر ده كله بيسووا شغلهم وبيشتغلوا ده، وكله مرصود وكله معروف. برضه حول الفاشر، طيران جاء اختار اهداف بعنايه، دقه ورجع. اضف الى ذلك الزحف الحاصل اليوم من متحركات المشتركه، انا زي ما قلت لك لسه ما دخلوا المعركه، متحركات كده الجنجبرام عملوا ازاله لنفسهم اتخارجوا
العاملين فيها محاصرين هنا دي البلام عارفيننا جاي وعندهم العلم زي ما هم بقولوا قنقر كده من الحركات اللي جات دخلت مع انهم على اي قدره. وزي ما قلت لك الناس زي اللي عندهم الاف الاف الجنود ما دخلوا المعركه دي ولا سمعوا طلقه ودور مبي. وده غير كده عندهم متحركات جبال شفت الفيديوهات دي برنامجة بالة تصهر لك من وين او تفاجئك باستلاب اي منطقة كويس ينتظر المفاجأة. فاتحية لم طيران حول من ليط زي ما قلنا لك 26 عربة 2 شاحنة حول الفاشر برضو 11 عربة قفل على كده تسللات ملادة خلاص بقت باهتة. بالنسبة لبقية المحاور عندك الجزيرة طيب عندك الجزيرة المتحرك الغربي ما شاء الله تبارك الله وزي ما قلت لك دي الأولاد المنطقة وعارفين المنطقة دي هي برشيون الجايين عبروا للحدود رسلهم لافات ديل ما بيأكلوا مع الناس زي العيش عشان كده أي عملية نوعية ناجحة أي عملية نوعية شفتها بيكون فيها صيد سمين. طيب عندك الجزيرة عمليات نوعية نفذها أبطال العمل الخاص حصيلتها 5 عربة مطارد بعض الطلائع التابعة للدنيا عاملين فشغلنا استطلاع جرو دنقاس. طيب عندك الطيران برضو اشتغل 11 عربة شوف هناك في الفاجر 11 وهنا 11 مناطق مختلفة حصحيصة قنطرة بقوتة الحتة دي سنار جبل موية اللي هو محور سنار عندك جبل موية تدوين او مدفعية استراتيجية ما في تحرك ارضي كذلك الدنر ما في تحرك ارضي عندك السوكي ما في تحرك ارضي سينيا ما في تحرك ارضي محور ده بالذات سنار سيادته عبد المنعم عنده نايم. طيب عندك بحري جملة العربات المدمرة في بحري 8 عربة قتالية طيب 2 منها شمال بحري 2 منها في شنبات 3 منها دي الناس الكدروا أمس 3 وليلة 3 تحية لهم أبطال الكدروا ناس الكماين. طيب عندك برضو شارع مور عربة واحدة وفي موقع برضو تم تحييده بغادي بهناك لحد الآن تفاصيله ما معروفة. طيب عندك الجيلة 3 عربات الجيل الليلة 3 عربات فقط ما في أي حاجة. طيب جنوب الخرطوم تدوين مدفعي المدينة الرياضية جبرة الصحافة الرواد في عربتين تم تحييدهم برضو في هدف متحرك تم تحييده في جبرة عندك كافوري في هدف ثابت تم تحييده وده برضو نجم فيه غاية الأيام دي في لقيت قادة من كافوري والحتة دي الناس الضاربين الراحات بدردقوا في الجماعة ما جايبين خبر. طيب عندك برضو تاني كافوري في برضو عربة ملاكي هدف متحرك تم التعامل معه عندك الرياض برضو في هدف تم التحرك التعامل معه 3 عربات ده هدف متحرك عندك شارع القابة كده عندك شارع القابة هناك 4 عربة تم تدميرها عندك لا شارع القابة عربتان شارع القابة عربتان عندك العربي 4 عربة دي تم تحييدها عندك حول القيادة بقادم هناك عندك أول حاجة هي الصفا هدف تم تحييده عندك جاردن سيتي برضو في هدف تم تحييده عندك بري في عربة تم تحييدها. ده بالنسبة للموقف العمليات العام. بالنسبة لأمدرمان لا شيء يذكر غير العمليات النوعية والقصف المدفعي وما في تحرك ساعات الظافر نايم. طيب اخواننا لحد هنا ونجيف والى ان نلتقي غدا باذن الله والناس ما تنسى لايك شير منصات والى ان نلتقي غدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.